تخيل اللي انت بتقوله ده قبل ما نكمل. تخيل احنا وصلنا لدرجه ان انا لما عملت بوزه في الفيلم الناس سقفت. دي حاجه وحشه جدا. احنا وصلنا لمرحله وحشه جدا. لان دي بوزه ليها علاقه بالحب. الحب انت من حقك تبوس حد انت بتحبه. احنا وصلنا ان احنا حتى التفصيله دي منعناها من عندنا. مع ان طول عمرنا في السينما كانت كده. لان هي بتترجم البوزه. اللي حصل في السينما الناس سقفت ليه؟ لان هم حسوا ان دي مهمه وحلوه. بالظبط. وهو ده موجود ولا حشرناها ولا عملناها بطريقه وحشه، بس انا برضو مش ضد ان انا لو انا عندي مشهد جنسي انا مش ضد ان انا اعمله مشهد جنسي، لان انا المفروض شغلتي ان انت تفهم وتشوف اللي انا عايزك تحس بيه. ودي مشكله كبيره جدا. انا بقى عندي ممثلين دلوقتي لو في دور رقاصه مش عايزه تعمله، لو في دور انا اسف بروستيتوت مش هتعرف تعمله. مفيش ممثله بتقدر تعمل ده. لو ممثل راجل عايز يعمل دور جاي مش هيقدر. احنا فاكرين خالد الصاوي لما عمل دور ايه بهدل الراجل، يعني دي مصيبه. احنا في مصيبه. انا في شخصيات دلوقتي مش هنعرف نكتبها في السيناريوهات. كمل. في استكمال بقى السؤال الثاني، حبيت جدا القصه بتاعت ابراهيم ومريم، وعندي سؤال. احنا في السينما او الدراما ممكن نناقش شويه فكره ان مسلم يقع في حب مسيحيه، بس هل من رايكم هل ممكن السينما او الدراما تتريجر ان مسيحي يحب مسلمه او مسلمه تحب مسيحي؟ انا عارف ان انتم ما وضحتوش الديانه في الفيلم وحطيتوا اسماء يعني ممكن تمشي في الاثنين، بس بتكلم على الكيس قوي بتاعت ان مسيحي يقع في حب مسلمه او العكس، المسلمه تحب مسيحي. هو من حق اي حد بيحب اي حد تاني. مالناش علاقه خالص هو ده فيديو ايه ولا ده عامل ايه. اي حد ممكن اقول حاجه لانه تقريبا معلش انا اسفه جدا انا هكون متحيز انا اللي بتكلم. انه احلى جمله بجد بالنسبه لي اتقالت في الفيلم يا رب انا مش عارفه الكلمه الجمله بالظبط اتقالت ايه، بس انه ربنا ما بيعاقبش على الحب. بالظبط ربنا ما بيعاقبش مش بيعاقب على الحب، ودي احلى حاجه بجد اتقالت. انت لو بصيت لها بشكل تاني هو خلقنا بنحب، فانت لما بتحب انت ما تقدرش تتحكم في انت بتحب مين، وممكن ما تبقاش عارف انت بتحب مين، وتكتشف بعد كده بس انت اوريدي خلاص حبيته وده اللي حصل. وحتى هو بيقول لها انت ما قلتليش ليه، بس من غير ما نحكي. فزي ما زهران قال انت من حقك تحب اللي انت عايز تحبه، وانت ما تقدرش تقرر انت بتحب مين، يعني انت ممكن تحب اي حد. فاحنا ليه شايفين ان ده حاجه وحشه؟ دي مشاكل ثانيه بقى. فما ده موضوع ثاني، بس يعني انا موافق زهران جدا في ان انت من حقك تحب اللي انت عايزه، وانت ما تقدرش اساسا تتحكم في انت بتحب مين. انت ممكن تحب حد من غير ما تاخد بالك. وانا برضو مع الفكره بتاعت ان احنا نلغي الديانه من البطاقه. يعني حد عنده سؤال؟ تاني